مساء الخير يا جماعه، معاكم طارق من ماندو فاشن. النهارده اقول لكم ازاي تطلبوا اوردر من برا يجي المقاس مظبوط بالظبط، سواء من جوه مصر او من برا مصر. تابعوا ماندو فاشن واعملوا لنا لايك وكومنت على الصفحه بليز. اول حاجه انا ما بتكلمش اقول انا بلبس مثلا مقاس ميديم او مقاس لارج. صحيح انت ممكن تلبس مقاس لارج انترناشونال وممكن تلبس مقاس ميديم او اكس لارج. طب انا اعرف الحاجه ازاي تبقى مظبوطه؟ ان انا بقول انا وزني كذا، الوزن ده هو اللي هيحدد اذا انت بتلبس ميديم ولا لارج، لان في حاجات بتبقى مقاس ميديم سليم فيت، بيجرا فيت، كاستم فيت، تلبيس يو اس اي، تلبيس يوروب، وتلبيس دايما اليوروب زي الحاجات اللي بتيجي من تركيا بتبقى تلبيسها صغير، والحاجات اللي هي بتيجي من امريكا تلاقي فجاه مقاس ميديم وتلاقي مقاس كبير. فهي الفكره كلها ان انا بحدد الوزن، الا لو هو بعت لك شيت فيه المقاسات الخاصه بالبراند انت بتقدر تعرف المقاس، وده سهله جدا انك تقول الوزن او عرض الصدر عندي كام من الجنب ده للجنب ده، ودي احسن حاجه عشان تقدر تقدر ان الحاجه اللي جايه لك دي مظبوطه. انسى خالص فكره انا مقاسي كذا، مقاسي كذا لوحدها مش كفايه، في سليم فيت، ريجولار فيت، كاستم فيت، تلبيس يوروب، تلبيس يو اس اي، يبقى انا كده المقاس الواحد عندي فيه 6 مقاسات. خلاص، باي باي.